متواصلين معكم متابعينا عبر 24 جراد، وصلنا معكم إلى فقرة ترند. وكما أنا واحد في بداية البرنامج لأهمية الموضوع، قلت إنه الليلة حنتكلم عن معاناة مرضى الشلل الدماغي، حنتكلم بتفاصيل عن المعاناة، وبنتكلم عن إنه كيف يعني هي المعاناة دي إحنا كمجتمع نقدر نخففها مع بعض. سعيدين جدا إنه تكون معنا داخل الاستوديو الأستاذة رحاب الجيلي شيخ محمد، رئيسة جمعية الشلل الدماغي. مرحبا بك وشرفتينا. مرحبا بسلوانية 24، حبابكم وسعيدين بوجودنا اليوم معاكم، ودائما انتم بتبهرونا بمساعدتكم ومساندتكم لنا. نحن لما نتكلم عن الشلل الدماغي بنتكلم عن شريحه موجوده في المجتمع، ومع الاسف عندها معاناه كبيره، بدءا من نقص العلاج مرورا بشعور الاسره ان هي عندها طفل عنده شلل دماغي، بيحاولوا حتى الصفات متخلف غيره من الاشياء بيحاولوا يحطوه في حته بعيده او يودوا لشيوخ، او يعني مريض الشلل الدماغي بيعاني معاناه كبيره جدا يعني خلال فتره مرضه. فعايزين اول حاجه لما نقول ده عنده شلل دماغي بنقصد به شنو في البدايه، وبعد ذلك نجي للمعاناه. يعني ممكن نخليه مدخل لموضوعنا الاساسي. صحيح. اللي هو المشاكل. طفل عنده شلل دماغي معناها عنده خلل او مشكله اصابت الدماغ، ايا كان مجموعه بتاعت اضطرابات، ايا كان نقص اكسجين، حاجة جينات يعني كده أصلا. أيوة. هي سببها نقص أكسجين أو حاجة ورم حصلت أو وقفت النمو الطبيعي للدماغ. أيوة. أو حصل تلف في جزء من الخلايا تحت المخ. بعدها بتترتب طبعا، بعدها يترتب عليها مشاكل تانية. المشاكل دي على حسب التلف اللي حصل بتتفاوت نسبته. صح. أصاب وين؟ الحركة، الذهن، يعني على حسب الكلام، البصر، يعني والإصابة بتتفاوت من شخص لآخر. أيوة. وكل الإصابات دي هي مفروض تكون تحت بروتوكول علاجي اللي هي إحنا هسه عايزين نتكلم عنه. أول حاجة كان يعني التشخيص قبل الولادة، دي واحدة من الأشياء اللي بتسهل على الأسرة إنهم هم يعني يتعاملوا، سواء كان من ناحية سلوكية والبحث عن العلاج وغيره، وحتى من ناحية نفسية لتقبل طفل عنده مشكلة حقيقية. فهل موجود عندنا التشخيص قبل الولادة في السودان؟ والله نادر ما الدكتور أو يتوصل لأنه الطفل عنده مشكلة. نعم. أحيانا مثلا يقول للأم أو من خلال أشعة معينة، ودي ما بتتواجد عند كل الدكاتره. نعم. فبيقول ليها الطفل مثلا عنده مويه، او الطفل نموه ما طبيعي. ايوه. احيانا وده احنا بنتكلم عن شخص قادر يمشي يعمل موجات صوتيه وكذا، عن شخص قاعد في الخرطوم. اي مع الاسف الحاجه دي ما متوفره في كل المناطق. ايوه. طيب عايزين نتكلم عن احتياجات مريض الشلل الدماغي، بيحتاج لشنو؟ احتياجاته كثيره. من يتولد بالذات لو كانت مشاكله هي من يتولد طوالي، مشكلة كبيرة. نعم. شرقة، بيحتاج إنه يقعد في جهاز معين، بيحتاج إنه اللي في البداية مثلاً أحياناً يحتاج لعناية مكثفة. نعم. معيقات أطفال الشلل الدماغي في السودان. نعم. وبالذات في اليومين دي إحنا من بدري بنتكلم عن معيقات ويعني كده، لكن في اليومين دي زادت، تفاقمت، بقت يعني كبيرة شديد. نعم. اللي منها الأدوية صراحة. أنا اليوم بتكلم معاك الليلة سعر الأدوية دي لو وجدت، يعني دي لو وجدت لو لقيته موجود يعني، وطبعا هي أنواع كثيرة منها. صحيح. الآن الصوديوم معدوم في السودان، الشركة وقفت خالص إنه تجيبه، قدر الفي في صيدليات معينة، ولو انتهى ما في نمبر واحد. حتى الموجود غالي، يعني مثلا أنا أغلى حاجة هي شنو؟ الكبرة دواء الكبرة. الليلة دواء الكبرة ب16، قبل 10 يوم أو أسبوع ده بيحتاجوا 16 مليون. الطفل بيحتاج أحيانا لفتيل أو فتيل ونص، 16 مليون تخيلي. فتيل ونص في الشهر. ده غير إنه هو عنده أدوية ثانية بتحت الشد، أدوية بتحت تساعده على الهضم، يعني وكالسيوم لو احتاج. فدي دي المعاناة. الليلة أنا عندي تقريبا لو مسكت بس الجانب بتاعنا اللي انا شايفاه بعيني في المركز، انا عندي 5 اليومين دي عيانين انه الشنيقات رجعت لهم بسبب السخانه، بسبب عدم الدواء، السخانه طبعا بعدم الكهرباء. صحيح.
عندي تقريبا في جمعيه الشلل الدماغي او تقريبا في جفر بن عوف. نعم. عندي تقريبا قرابه بنتكلم عن جزئيه بسيطه يعني معاناه كبيره طبعا. اي عن الادويه انا حسب اتكلم ليكي. الليله في جعفر عندنا اربعه او ثلاثه دخلوا العنايه المكثفه لهم يومين بسبب انه ما لقوا الدواء. والصوديوم مختفي ما في، اللي هو منه الابلين منه الدبلكين. هي الادويه دي دايمه؟ نعم، وهي ممكن عشان احنا ايوه احنا نتكلم في جانب انه دي بتدخل في قائمه الادويه المنقذه للحياه. نعم. انهم هم بيحتاجوا لها مدى الحياه. نعم. وهم عندهم الحق الكامل في انهم يكونوا جزء من المجتمع، وكمان زي ما احنا مثلا بتكون عندنا وقفات لمرضى السكري، وقفات مع مرضى الضغط، مع مرضى السرطان، كمان الشلل الدماغي بيحتاجوا مننا ذات الوقفه والانتباه، لانه في فئه معينه بتعاني معاناه كبيره في امر الدواء. نعم. طيب خطوره الوضع الان؟ والله الوضع انا شايفه انه بعد يومين كل اولادنا دول حيخشوا المستشفيات، لان الان كنت بتكلم مع دكتوره سميه قلت لي ما في يعني في المشكله الشركه اللي بتجيب مثلا اقل حاجه هو الصوديوم. الشركه اللي بتجيب الصوديوم الان هي وقفت تدخله لانه عندها مشكله واستحقاقات مع الامدادات الطبيه، ووزير الصحه ما حل المشكله. ودائما يعني بيكون الشريحه بتاعت الاشخاص ذو الاعاقه كل الحكومات جات همشتها، وبدليل انه حسها الادويه ما الناس ما قادره يعني ما في متناوليه. بس انت ذكرت لنا نوعين من الادويه، هي كم عدد الادويه؟ كثيره كثيره وتختلف لحوجه الطفل. يعني انا ليه الطفل بديه وببدله بالدكتوره بتبدله بالصوديوم العادي اللي هو منه دبكين ومنه ايبلين. في مراحل تانية حاجات دي ما بتشتغل مع الطفل، ممكن يدخلوا له الكاميرا، وده اقل حاجه اللي هو قلت لك حصل الان 16 مليون. انا حتكلم لك بالمليون القديم، هو طبعا واحد اي فتخيل يعني حاجه صعبه في معاناه الاكل يجي دواء وهو منقذ للحياه في نفس الوقت هو دايم، فما يعني ما قدرت اتخيل الموضوع. لا بالتاكيد هو الموضوع صعب، وخصوصا انه مريض الشلل الدماغي احنا بنتكلم من اطفال لحد الكبار، يعني عندهم احتياجات اخرى ومتطلبات اخرى. وكمان يعني حتى يعني اذا الواحد الليله بيتكلم عن انه الدواء الاساسي ما موجود، فما حنقدر نقوم نقول لهم نعمل علاج طبيعي، نمشي لحاجات قد تعتبر نوع من الرفاهيه، مع انه بيحتاجوا لها، لانه ممكن يتعرضوا للتيبس العضلي نتيجه يعني بعض المشاكل الحركيه في المفاصل وغيره. فأسي انا عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا، العنايه المكثفه. هل هي متوفره؟ هل هنالك فئه سره كافيه؟ الاسعار الموجوده للعنايه المكثفه مناسبه او هي برضو يعني حاجه صعبه؟ ايوه دي برضو واحده من المعاناه اللي بيعانوها اطفال الشلل الدماغي، غير انه هم بيعانوا تشنجات ويعانوا عندهم مشاكل اخرى، عندهم الالتهابات المتكرره. صحيح. عندهم تواجههم مشاكل في البلع، في البلع عندهم مشكله، ونص انه هو شلل اكيد حيكون ياثر في مناطق كبيره. انا قلت لك على حسب التلف. نعم. عندهم حاجات يعني حتى لو الطفل جاءه التهاب بيقرب له انه يجيب زي ما سيد السكري يقوم يجيب التهاب او تعب ضغط يقوم يرفع لهم. نعم. بترفع لهم التشنجات وبتقرب لهم. فدائما اطفال الشلل الدماغي بيكونوا محتاجين لعنايه مكثفه، وده نعم. ده المحك هنا، يعني احنا الام بتكون شايله طفيله وحايمه بالعربيه وما لاقيه ليها نعم. مستشفى يستقبله بيقول لها ما عندنا سرير، احنا نعم. عندنا دوره. وانا اتمنى من هنا انا بس يعني باسم امهات الشلل الدماغي انه امهات الشلل الدماغي او اطفال الشلل الدماغي يكون عندهم مستشفى خاص. نعم يعني احنا حنجيب في النقطه دي يا استاذه رحاب. معانا عبر الهاتف الاستاذه داليا عوض، هي ام محمد مهند هي واحدة من الأمهات. أنا بعتبرها هي زولة مناضلة، لأنه أبدا ما سهل إنك أنت تجيب أطفال في الحياة وتربيهم وتطلعهم للمجتمع، فكمان يكون عندك طفل عنده احتياج خاص جدا في ظل ظروف يعني ممكن ما تلقى العلاج المطلوب لطفلها، في حتى لو عندها القدرة المادية ممكن ما يتوفر لها. فإحنا حنتكلم عن شخصية مناضلة من الدرجة الأولى. التحية لكم مهند. السلام عليكم. مساء الخير. مساءكم نور إن شاء الله، مرحبا بكم. نحن يعني عايزينك تكلمينا، أول حاجة تطمنينا على مهند إن شاء الله يكون بخير. والله الحمد لله طيب بخير. الحمد لله يا رب دايما طيب، وسعيد بقربك يا رب. آمين.
الله يخليك. فعايزين نتكلم عن معاناتك وكيف انت بتواجهي الصعوبات الموجوده من خلال وضع مهند. طيب في البدايه تحيه لكل الامهات اللي عندهم اطفال من ذوي الشلل الدماغي او من ذوي الاعاقه عموما. فانا بعتبرهم كلهم يعني في السودان ده هنا بيعانوا معاناه غير طبيعيه فوق المحتاج. فمعاناه الدواء حاجه قاسيه جدا وحاجه صعبه جدا. احنا شهريا الرحله بتاعتنا بتبدا من بدايه الشهر انك تفتش كيف تخش الاخصائي عشان يديك الروشته الخضراء. الروشته الخضراء هي كانت أسوأ حاجه بتمر علينا غير انعدام الدواء. نعم. معظم اطفالنا بياخذوا الادويه السي ان اس او الادويه الاعصاب. نعم. فالدوله فرضت حاجه اسمها الروشته الخضراء. نعم. اللي هي بتتعامل مخصوص للادويه حقت المخ والاعصاب. نعم. فالروشته الخضراء دي هي المعاناه الحقيقيه بالاضافه لمعاناه تفتيش الدواء. فانت عشان تلقى الروشته الخضراء دي لازم تمشي الاخصائي لان عند الاخصائيين فقط. نعم. فعشان تخش الاخصائي دي برضه كمان مشكله لانه احنا هنا بنعاني من اصلا ندره وشح الاخصائيين المخ والاعصاب اطفال. يعني عندنا زي ثلاثه اربعه اخصائيين اطفال معاهم الروشته الخضراء دي. فانت عشان تخش شهريا يعني بدايه ثلاثه اربعه يوم عشان تقدر تخش بعد العياده عشان تعمل لك روشته. فبعد ثلاثه اربعه يوم في الشهر ده تلقى الروشته الخضراء. بعد ذاك الثاني تبدا رحله البحث عن الدواء. رحلة البحث عن الدواء دي ممكن تاخذ منك 3 4 يوم. فما يعني حاول يقدر يعني كم 8 يوم 6 يوم في الشهر انت بتكون تفتش في الدواء. نعم. ده اذا لقيتيهم ده لو انت مقتدره وموجوده في الخرطوم. ايوه وموجوده في الخرطوم وبدوك يصرفوا لك حق شهر واحد. نعم. الروشته بتعمل لك حق شهر واحد بشيلها منك وبدوك الدواء بتاع شهر واحد. انت في الخرطوم خارج الخرطوم لو جايه من الولايات لو جايه من اي محل بدوك حق شهر واحد يعني ما في اي استثناء. احنا مقدرين الحاجه دي لانه اصلا في شح في الدواء. فانت يعني كأم عندك المعاناه دي بتاثري على نفسك انك تشيل الدواء كله تخلي غيرك ما عنده لانه في شح في الدواء. لكن انا برغم من شح الدواء ده انا عايزه اي القاه ما تعمل لي عراقيل فيهم ما تعمل لي حكايه الروشته الخضراء دي وانا لازم اصرفها من وين. وإذا في كشط واحد في الروشته الخضراء دي أو الدكتور فيها في حرف واحد ولا في رقم واحد بيرجعوك ثاني للروشته ما بيسلموها مني. نعم. صراحة أنا جربت الحاجة دي مرتين يعني كان الدكتورة يعني لأن بتخشي لها تلقيها منزعجة شوية معاها يعني مرضى والعيادة بتاعتها مفحومة فيعني شنو ممكن تسهى عليها حاجة في الروشته. صحيح. فاذا فيها اي كشط او فيها اي حاجه غلط او فيها رقم غلط يرجعوك ويقول لك احنا ما حنستلم منك الروشته دي. نعم. انت قادر تتخيلي المعاناه عامله قدر كيف انت بتخلي طفلك في البيت اليوم صحيح. كله تكون انت حاينه. صحيح. انا احتمال ما عندي زول معاك في البيت. احتمال ما القى له زول يمسكه ويقدر ياكل ولا يشرب من وراه او يديه الدواء من وراي. نعم. فدي حاجه مؤذيه جدا بالنسبه لنا احنا شهريا احنا بنعاني فيها وشهريا بنمشي نلقى زياده شهريا بنلقى زياده بنسبه كبيره جدا. يعني انت لو ماشي وشايل معاك حق الدواء بتمشي وبتتعب بس تقراي لان انت ماشي الدواء ده لقيته زايد زياده خرافيه. نعم. احنا يعني بنشكرك يا داليا عوض ام مهند. انت زولة ما سهلة يعني احنا امهات وبنعرف يعني شنو يكون عندك طفل حتى لو مرض عادي. يعني انا بحاول اخذ نفسي في حتة انه انا لازم اكون زولة بروفيشنال او زولة محترفة واقوم اتكلم الكلام في مكانه. لكن انا كأم ودي حاضرة ودي واحدة من صفاتي انا بتعب جدا لما ما القى بنادول لطفلي مثلا ما ألقى مثلا مضاد حيوي عادي فما بالكم يعني لحضرة المشاهدين اللي بيشاهدونا ما بالكم لما نحن نتكلم عن دواء مهم لطفل بيعاني معاناة كبيرة ومعاناة دائمة يومية خلاص التلف اللي حصل في الدماغ ده تاني ما بيتصلح. لا
نعم. بنتكلم عن أم بتجاهد يومي عشان تلقى الدواء اللي هي محتاجة له تدي لطفلها اللي أصلاً مفروض يكون عندها تاني يعني دور وجهد جسدي ونفسي كبير في إنها تهتم به. شكراً جزيلاً لك أم مهند أستاذة داليا عوض، شكراً وربنا يقدرك ويعني يقويكي، وإنت زولة ما سهلة أبداً ما سهلة، وكونك تطلعي وتتكلمي عن الحاجة دي ربنا يجعل لك في ميزان حسناتك، وإن شاء الله يعني كل أصحاب المبادرات المهمة في البلد يستطيعوا أنه يوفروا الأدوية المطلوبة، لأنه نحن برضو بنتكلم عن جزء من بلدنا، جزء من أولادنا، جزء من حتة من قلبنا. ربنا يسهل عليك يا رب العالمين، ودائما نسمع أنه هنالك سيدات سودانيات زيك استطاعوا أن يواجهوا مشاكلهم بالطريقة التي أنت بتتكلمي بها دي. شكرا جزيلا لك. صراحة أستاذة داليا أخذتنا لما أماكن يعني صعبة. اتكلمت عن روشيتا الخضراء. أنتوا كمؤسسة يعني مهتمة بالأطفال ديل أو بالمصابين، هل شايفة إنه روشيتا الخضراء فعلا بتعيق يعني، ولا هي حاجة قد يكون عندهم أفكار أخرى يعني مثلا وزارة الصحة بتتكلم عن إنه الأدوية دي قد تدخل فيها أدوية أعصاب وممكن يتم تداولها بصورة خاطئة. لكن في نفس الوقت الروشيتا الخضراء عندها مشكلة كبيرة في إنه يعني إذا حصل فيها غلط في يعني جهات معينة بس اللي بتقدم الروشيتا الخضراء، فعايز أعرف وجهة نظركم شنو. والله الروشيتا الخضراء هي مشكله كبيره، مشكله لانه لحد انت ما تطلعيها بتاخذ ايام، لحد ما انت تجري تسكي انك عايزه الدواء مشكله. فانا بشوف انه ليه ما الروشيتا الخضراء دي او ليه ما الدواء ده يكون في جهات معينه، مثلا عياده جعفر، مستشفى جعفر بن عوف، العياده المحوله في فتح الرحمن البشير، ودي مثلا في الخرطوم، في بحري ليه ما يكون في مستشفى بحري، في مناطق معينه، حتى الاحياء فيها مراكز صحيه حكوميه، ليه انا عارف انه الدواء ده ممكن تشيله ناس ثانيه ويبقى هو شكل رقص يعني، ليه ما تكون هي الرقابه عليكم انتوا خليكم حريصين انه الدواء ده توفروه وخدتوا الرقابه وادوا اصحاب الشان اللي هي المستشفيات الحكوميه الصيدليات الحكوميه، هي تكون مسؤوله وبعد ذاك تكون في متابعه ومراقبه. لكن ليه لما تخطوه انت في 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 منطقه معينه او تخطي في توزعي، حتى لو وزعتي وتكوني مغيضه ورشيتها خضراء، دي برضو يعني أنا بشوفها إعاقة للأم. صحيح، لأنه يعني أنا دايرة أقول لحضرة المشاهدين، تخيل إنه طفلك بتشنج أمامك وإنت ما قادر تعمل له حاجة. نعم. ليه؟ لأنه في أشياء بروتوكولية مفروض تتبع عشان تتحصل على الروشيتا الخضراء، ولو ما وجدت يعني إذا وجدت الروشيتا الخضراء أحياناً قد ما تلقى الدواء في الصيدلية، وده الحاصل، ودي حاجة الحاصل يومين دي الدواء ما في والروشيتا موجودة، وبيجي مره تمشي للدكتور عشان يكتب لك الروشيتا الخضراء يقول لك الروشيتا الخضراء خلصت ما عندي روشيتا خضراء. طيب انتوا كجمعيه بتعملوا شنو؟ بتحاولوا تعملوا شنو؟ يعني مثلا بنشوف بنجمع قروش برانا، بنشوف الصيدليات، بتكون عندنا اتصالات بالصيدليات، يعني حتى لو اي ناس الجمعيه المكتب التنفيذي مثلا انا رحاب دي، انا ذاتي ام لطفل شلل دماغي مثلا، الله الظروف ودتني لصيدليه، بيكون سؤالي دائما انه الادويه اللي عندك شنو؟ بنحاول نجمع قروش نشيلها منه، ودائما الصيدلي ما بيدينا ليها لانه بيكون هي جاته كرتونه او عنده باقي، يقول لك انا ما بقدر اديك كميه، يعني صحيح. مثلا الايبلين يقول لك انا ما بقدر اديك كميه. بنتخاتت عندنا امهات برا السودان، لقت زول جاي من برا بتدي، يعني بيقول لها هاك شيل معك فتيلين، بالذات الادويه اللي بتكون التقراتول اليومين دي برضه ما في غير الايبلين زي ما قلت لكي، ده غير الكبره. ف يعني في بعضنا احنا بيكون الحاجه دي دايره. في بعض الجهات يعني احنا قبل كده في واحده من الاذاعات استضافتنا وقدموا لنا مساعده عن بنك الخرطوم، من هنا انا بحيي بنك الخرطوم، واتمنى انه اي بنك او اي شركه، كل المؤسسات اللي عندها اللي بتشتغل في مجال المسؤوليه المجتمعيه انها تقدم، هي تكون يعني جزء. والمسؤوليه المجتمعيه دي ما بالضروره انك انت بس تقدم يعني ماده او قروش، المسؤولين المجتمعيه انك برضه انت على الاقل تتكلم وتذكر الناس انه ان احنا محتاجين نقف مع بعض في ظل ظروف هي صعبه. احنا معانا استاذ رحاب عبر الهاتف، ام مؤتمن مساء الخير. السلام عليكم. طيب لحد ما تدخل لنا ام مؤتمن، وهي ايضا ام مناضله،
وعندها يعني عندها مؤتمر، مؤتمر كمان حالته شويه صعبه يعني شويه مهند ما شاء الله احسن، لكن حاله مؤتمر انا قصدت اختار لكم حاله مؤتمر. نعم. لانه معاناته يوميه وشهريه ومعاناته للعنايه المكثفه ام مؤتمر، عشان نعم. كده انا قصدت اختار ام مؤتمر. نعم. عموما احنا ما نتكلم عن طفل وصل مرحله العنايه المكثفه، يعني بنتكلم عن اجراءات كثيره تمت لحد ما وصل الحاجة دي، تدهور حصل في صحته، الأمر ده عنده تأثيره بالتأكيد على الأسرة كلها. أكيد أكيد. برضو في جانب نحن المفروض نتكلم عنه اللي هي الأم والأبو أو الناس المسؤولين من المريض صاحب الشلل الدماغي. نعم. فعايزين نتكلم عن إنه ديل بتعملوا لهم شنو، لأنه بيحتاجوا بالمناسبة، لأنه في عدد كبير من الضغوطات اللي بتواجههم بدءا من الوصمة المجتمعية، إنه أنتوا عندكم مثلا طفل، أنا آسفة لازم أقول العبارة، يعني إنه عندكم طفل مثلا متخلف حيضطروا يقوموا يدخلوه جوا، حيكون الموضوع ده عنده تأثير نفسي عليهم، فدل بتعملوا لهم شنو؟ دل عندنا لهم توعية بتكون كل فترة، يعني توعيتنا بتكون في العيادات المحولة، بتقول لي العيادات المحولة ليه؟ لأنه دائما ما خاصة بين أصل الخرطوم بس، لأنه المخ والأعصاب في السودان بس في الخرطوم وفي مدني تقريبا، فدائما بنمشي نخاطب العيادات المحوله لانه الناس بتجي من الاغاليم، احنا ما عندنا المقدره نمشي الاغاليم كلها، يعني ولو انه مشينا قريب ده كده على الجيلي قبل كم سنه ومشينا كده على نهايه ام بداد، فيلا احنا بيكون في توعيه للامات، وهو دائما اللي بيقولوا طبعا الامات صح، ادم ده انا قاعد اقول انه دائما بعيد هو كل البعد، يعني نادر ما تجي تلقي الابو يجي ويحضر التوعيه، فدائما بندعمه، وعندنا جروب كبير في الفيس لهم العذر كمان. عندنا جروب كبير في الفيس، عندنا جروب في الواتساب بندعم فيه بعض، ودائما بيكون في اضافات للناس الجداد، حتى الدكتورات هم بيتعاونوا معانا، بحيث الام هي ما عارفه حاجه بيقوم يدوها ارقامنا، دي ارقام جمعيه الشلل الدماغي، خدشي واعرفي، احنا يعني بنرحب بيها وبنهيئها. وبعد ده استاذ رحب احنا ناخذ نموذج من عندكم، ام مؤتمن مساء الخير. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مساء النور. ربنا يديكي الف عافيه، وربنا يقدرك وتكملي نضالك مع مؤتمن. عايزينك تكلمينا عن تشخيص الحاله لمؤتمن، تعرفتيها متين؟ كانت قبل الولادة أم بعدها؟ كان في حاجات ظاهرة لاحظتيها؟ عشان نحن كمان برضو يعني تكون نموذج للأمهات إنه ينتبهوا إذا في حاجة في الطفل المولود. الله يعافيك يديك العافية، شكرا لكم سودانية 24، شكرا برنامج 24 جراب، شكرا لأستاذ رحاب جمعية أطفال الشلل الدماغي على إتاحتكم لي الفرصة. نعم. وإحساسكم بينا وبوجعتنا وبالشيء اللي نحن عايشينه، شكرا كثير. نعم. محمد المؤتمن يعني أنا لاحظت سبحان الله إنه هو أصلا يعني بعد الولادة حصل له تشنج من اليوم الثاني بعد الولادة. نعم. لكن قالوا ملاري وطلعنا عادي، أنا من شمال كردفان طلعنا عادي البيت على إنه صحيح ما في حاجة، بس كنت بلاحظ إنه هو تحسس عالي للأصوات. نعم. شلت ورجعت بقى المستشفى مرتين ثلاث أربع مرات، هو أول طفل لي، كانوا يضحكوا علي بيقولوا لي عشان أول طفل ما في حاجة، الولد كويس وزنه كان ما شاء الله كبير وصحته ما شاء الله وشكله يعني عادي شديد، فبيقولوا لي لا ما في حاجة شغلان عشان أول طفل، أرجع البيت وأنا ما مطمنة، يعني أجي وأرجع أجي وأرجع لحد ما تشنق لي ثاني في البيت. نعم. فبرضه ملاريا وكذا، فأصريت أجيبه الخرطوم، أنا بلاقي بالفريقين يجيبه الخرطوم يتشخص في الشهر الثالث، نعم. كانت ملاحظات يعني بس ملاحظات في البيت، وما في البداية ما كانوا رضيانين يعترفوا لنا هي كده، لكن سبحان الله طلع فعلا في حاجة وحاجة كبيرة يعني صغيرة. نعم. بعدين بدت رحلة العلاج. أيوة بدت رحلة العلاج من عمره ثلاثة شهور أو شهرين ونص، يعني نحن بعد تشخص رجعنا لبيض، فبيجي في الأبيض يعني ما عندنا اختصاصي مفحصات، ما في أجهزة، ما في تأهيل، فتابعنا هنا، كنا نجي كل شهرين، المسألة لما بقت صعبة علينا شديد ماديا ومرهقة اضطرينا ننقل نجي الخرطوم. نعم. مؤتمن الآن عمره 11 سنة، شلينا 10 سنوات، خلينا بيتنا هناك وأهلنا وأي شيء، وانتقلت معي أسرتي الكبيرة كلها، يعني حياتنا كلها مسارها تغير. نعم. جينا الخرطوم واستقرينا في الخرطوم هنا. نعم. طيب الآن كيف هو محمد المؤتمن؟ والله يا أستاذة ميسون يعني الحمد لله رب العالمين، هو امتحان يعني مؤتمن، الأسرة كلها
يعني حالة تغير بعد وجود مؤتمر وحالته هو فيها. نحن طول الزمن يعني الحمد لله رب العالمين في معاناة دائمة في إنه مؤتمر يقلب مستشفى كثير بيجيبوا التهاب كثير، المعاناة دائما في إنه نوفر له الدواء. ومرت علينا يعني حاجات صعبة شديد، يعني يمكن أنا قبل فترة بسيطة من شهر المؤتمر ده تعليم نحن طلعنا بيه، والله يمكن يعني حايمين 6 مستشفيات في الحكومة يعني بنلاقي صعوبات كثيرة شديد. 6 مستشفيات مؤتمر ما قبلوهم مننا، يعني كان الأيام بتاعت كورونا والعزل والحاجات دي، مع إنه هو كان شارب جرعة دواء بالخطأ دخلته بغليبوبة ومحتاجين يبعثوه بسرعة. ألف سلامة. لكن بجد يعني نحن عانينا شديد، ما في مستشفى رضا يستلم مننا مؤتمر، أي مستشفى ندخل يقول لها محتاجة عناية محتاجة عناية. في النهاية إحنا يعني دخلنا مستشفى وقابلين ونطلع وقلت ما محتاجة عناية، يعني إسعاف بسيط يومين وطلعنا. ثاني جاوا التهاب برضه رفضوا يستلموا مننا، والله تواصلت مع الصريحات فهي وجهتني لمستشفى معين، مشينا والتهاب عادي ويعني هي حالة معروفة وتعالج. فبنعاني شديد في حتة المستشفيات، يعني أنا من هنا بوصل صوتي مع جميع أطفال الشلل الدماغي إنه يعني الناس تتلت لنا ولحالة أطفالنا. بنعاني في المستشفيات كثير، بنعاني في الدواء كثير، يعني برضو من شهر 3 مؤتمر اللي جاوا الالتهاب ورقتنا، أول شيء أنا ساكنة من درمان ما لقيت مستشفى من درمان أربط. نعم. يعني أي مستشفى أمشي يقولوا لي المستشفيات مليانة، اضطريت أرقد في الصحافة. أنا في زميلهم أنا اضطريت أرقد في الصحافة. بعد رقدنا كم يوم بقى محتاجة عناية عشان الالتهاب بحافظ تطورت شديد، إحنا 3 أيام ما لاقيين عناية والحالة تسوء كل ما ليها. يعني بعد اتصالات وتعب لقينا عناية رجعنا من درمان تاني. بعد رجعنا العناية لقينا مشكلة الدواء، يعني يمكن أنا زوجي معاه عربية أكون معاه عربية، والله بيحوموا من الصباح لليل عشان نوفر العلاجات اللي بتتكتب. ما بتتلاقي بالهي، نمشي الإمدادات ما في، نمشي الصيدليات ما في، والعلاج بيبقى تكلفته عالية شديد. نعم. يعني مؤتمر الآن في الشهر يعني عشان نوفر العلاج المستدين بياخذ 4 أنواع من العلاجات، يعني أقل شيء 10,000 علاج. العلاج الطبيعي بيبقى مستحيل إنه أنت تركب عشان تمشي مركز، صعب شديد. يعني عشان تجيب معالج في البيت والله 10,000 تكلفة عالية. تحلك. نعم. 10,000 ما تحلك. نعم. محتاج يعني مشرف حفاظات، محتاج مناديل، يعني مهما قعدت أحسب يعني. ونحن موظفين بس في النهاية برواتب عادية، يعني القصة مستحيلة شديد. نعم. يعني بس رحمة رب العالمين والله الأمور ماشية. نعم أكيد. يعني نحن بجد دارين صوتنا يصل. نعم. دارين صوتنا يصل. والآن يعني المنبر من خلال السودانية 24 هو مفتوح، إنه حتى ممكن الناس تتناقش في الموضوع ده عبر صفحة قناة السودانية 24 أو صفحاتها في السوشيال ميديا. أكيد صوتنا وصوتكم بإذن الله تعالى يصل، ونحن هنخلي الحلقة دي هي زي بداية لتوصيل معاناتكم لكل الناس عشان كلنا نكون مع بعض ونعبر كلنا لبر الأمان. شكرا لك. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا لك. ربنا يساعدك، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنت أجرك عند ربنا كبير، وأجرك عند المجتمع ما سهل، كونك أنت بتجابهي كل الظروف دي. وفي حتة معينة أنا عايزة أشير لها برضو للسادة اللي بتابعونا، إنه كمان جائحة كورونا يعني ألقت بظلالة على معاناتهم وضافت على معاناتهم معاناة أخرى، باعتبار أنه المستشفيات بتشتغل بطاقات القصوى لاستقبال حالات الكورونا، وكثير من الأحيان بتأخر استقبال حالات الشلل الدماغي. نحن بنشكرك كثير وإن شاء الله. معلش أستاذة، مع وضعنا في الاعتبار أنه نحن يعني حالات أطفالنا حساسة شديد، يعني تأخير ساعة أو ساعتين ممكن يعني يقلب حالة الطفل لوضع خطر. صحيح. شديد يعني. حصل له تشنج أو ما بيتحمل التأخير. نعم. بيتحمل. أنا بشكرك والله يعني أم مؤتمن، وعايزة أقول لك أنه أنت شخصية ما عادية، لأنه نحن بنقول الجنة تحت أقدام الأمهات، ودي الأمة اللي بتربي أطفال عاديين بيصلوا مرحلة معينة بيحتمدوا على نفسهم وبيشقوا طريقهم وبعدك بيجوا بيسندوها. أنت عندك دور كبير لعبتيه وحتظلي تلعبيه وحتواصلي فيه، باعتبار أنه طفلك حيكون محتاج ليكي طول فترة حياته. ربنا يمد في عمره ويمد في عمرك ويزعدك يا رب العالمين بقرب أطفالك
ويحفظهم لكي، وما تحتاجي لأي شكل من يعني أشكال المعاناة أو لأي شكل، يعني حتى الكلام أنا ما قادرة أقوله لسبب واحد، أنا أم وعارفة يعني شنو أنت تقيف عاجز قدام طفلك، عارفة وفاهمة تماما أنه أنت طفلك بلغة الكلام ما قادر يوصل لك هو عايز شنو. أنا بشكرك وبحييكي، وإن شاء الله إن شاء الله صوتنا مع صوتكم نقدر نحقق فريق. شكرا لك. شكرا. صراحة هي دي واحدة من القضايا اللي مفروض كلنا نساهم فيها من خلال توصيل الفكرة للمجتمع، إنه والله في شريحة الآن بتعاني معاناة كبيرة جدا، ونحن بجهد بسيط لو كل الجهود تضافرت بجهد بسيط من كل شخص ممكن نحقق نقطة تحول في حياة أسرة كاملة. وتمنى تكلمت عن إنه يعني طفلها كان سبب في إنه حياته متغيرت تماماً، جو من الأبيض جو الخرطوم، وهم في معاناة كبيرة جداً لتوفير الأساسيات اللي بيحتاج لها. نعم تفضلي. يعني يا ريت برضو يعني لو دخل ذاته الأدوية بتحت التشنجات، لو دخلت التأمين، العلاج الطبيعي هي برضو اتطرقت لي وأنا كنت برضو حأذكره، يا ريت لو دخل العلاج الطبيعي برضو، ويا ريت كمان بقت سهلت لنا حاجات تانية زي المعينات الحركية. إحنا بنعاني من المعينات الحركية، صحيح، يعني ليلة سعر العجلة العادية بتحت حتى حقت بكم طاقة 50 مليون، صحيح. فما بالك العجلة بتاعت الكرسي بتاع العلاج الطبيعي بتاع الشلل الدماغي عنده مواصفات معينة، صحيح. لازم يكون الظهر قوي لأنه هو ظهره مقوس مثلا، يعني ما زي الكرسي اللي بنشوفه إحنا في الصيدليات، لازم يكون في حاجة تثبت لك الرقبة، لازم النص يكون مثبت، يعني عنده مواصفات معينة. أربطة للأرجل، نعم هي نعم فعلا أربطة، أيوة بتصل تكلفته لمبالغ كبيرة، أيوة يعني ممكن نصل لحد نفس مليار. نفس الشيء الشدادات الجباير يعني، وعندنا كمان معينات تانية غير الحركية، عندنا معينات السمعية، يعني انت بتلقي الطفل اعاقته مركبة. انا قبل لما اتكلمت لك عن الإصابة على حسب الجزء اللي اصابته، صحيح، جايز تكون اصابة الجزء الحركي الذهني البصري السمعي، صحيح. فما بالي شوفي السماعات بتاعت السمعية للأطفال غير متوفرة، النظارات بقت بشيل فلاني، يعني زراعة القوقعة ما متوفرة إلا يجيتين من برا عشان يعمل زراعة قوقعة. نعم. شوفي المعاناة، معاناة كبيرة. وبعدين أنا إحنا بنتكلم عن الحاجات الأساسية، وكمان في جانب إحنا برضو اللي هي المؤسسات اللي بتأهلهم اللي بتوفر لهم تعليم، نعم، خاص، نعم، يعني مجانية أو مدى توفرها. فبرضو عايزاك تتكلم لنا عن الحتة دي، إنهم هم أي فعلا محتاجين للعلاج، وده أهم مطلب إنه يتعالجوا أول وبعدك يتم تطويرهم، نعم، سواء كان بالعلاج الطبيعي أو من خلال المؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم المادة العلمية لهم عشان تأهيلية أو تأهيلية، أيوة فعلا، نعم، غير متوفرة. وحتى في الظروف البيئة جابة صادمة خالص، كون يعني تقولي غير متوفرة جابة صادمة، والحكومة خالص هي ما مهتمة بها، لأنه ما بتيجي تلقي لك مركز حكومي، تلقي واحد واثنين وفقير لكل المعينات، فغير للغرف بتاعت المساعدة اللي إذا كانت غرف بتاعة تأهيل علاج طبيعي، إذا كانت غرف بتاعة تنطيق، إذا كانت غرف حسية، هو المجال ده مواسع، أنت تكوني مرة بيكي، نعم، كده كبير، فما في. وحتى المراكز الخاصة، أنا الحابة عندي مركز شبه خيري، أنا حس من جاءت الجائحة وجاء عليها ارتفاع الأسعار وارتفاع المواصلات، الأمات خلاص جلسوا في بيوتهم لأنه ما عندهم المقدرة، وما في الحكومه ما مقدمه لهم لوزاره الصحه للتنميه الاجتماعيه، يعني شوفي المعاناه. غير كده انت برضو في حاجه ثانيه يعني احتمال تكون فايته على المشاهدين، اللي هي الدايبر بتاع البامبرز والفوط الصحيه لو كان هم بنات، شوفي المعاناه. نعم برضو، وفي حين انه دي مفترض تدرج، يعني انا قبل قلت لك المعينات الحركيه من ضمنها العجلات وغيره خالص ما رفعوا منها الدعم، او ما هي في زيها وزي اي سلعه بتكون عليها جمارك، الجمارك دي بتتحمل المواطن، بتتحمل الاسره، نعم. نفس الشيء الدايبر والفوطة الصحيه بتتحمل الاسره، يعني حتى لو راجعت الحاجات اللي رفعوا منها الدعم ما بتلقي الحاجات بتاعت الاشخاص ذو اعاقه، ممكن تلقي حاجات هايفه، يعني انا ما في داعي لذكر عشان ما يعني اخش في، لكن هي بتكون برضو اساسيه وبتسهل مهمه الناس الراعين لمريض الشلل الدماغي، بتكون في متناول يدهم حتى هم ما قادرين يشتغلوا. ده ملف احنا فتحناه وبنوعدك ان شاء الله، ان شاء الله يدنا مع يدكم ان شاء الله، نواصل فيه ان شاء الله. واحنا بنشكرك
وكمان بنشكر كل شخص الآن هو بيشاهدنا وفكر إنه يعني يقدم حاجة. ومن الحتة دي برضو عايزة في يعني مساحة بسيطة جدا تقول لنا عن دور المبادرات والمنظمات، هل هي ممكن كمان تساعد يعني غير اللي هو الجهد المطلوب من المؤسسات الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني، هل ممكن تساعد؟ جدا. كيف مساعد؟ والله بيساعدنا بالدعم، بيساعدنا مساعدة مادية، مساعدنا يعني أنا مضرب لك مثلا ومن هنا بحييه، ناس حجار مثلا في يوم من الأيام كانوا ماسكين بيجيبوا لنا المعينات الحركية من عجلات بيجيبوا لنا من إنجلترا، بيشيلوا المقاسات بيشيلوا المقاسات بيمشوا يصنعوا بنفس قياس الطفل بليستته، بيكون عندهم ليستة بقياسة الطفل. والكلام ده لكل مؤسسة هي بتشتغل في البلد، إنه أنت كمؤسسة مطالبة طالما هم زباينك أو الجمهور اللي أنت مستهدفة ومن خدماتك أو سلعك موجود في السودان، مطالبة كمؤسسة إنه يكون عندك دور من المسؤولية المجتمعية. نعم. والمسؤولية المجتمعية هي مفروض أيضا يكون عليها رقابة، لأنه لازم يتم تفعيله في المجتمع. نعم. وتوزيعه بصورة عادلة. نعم. عشان برضو نخلق نوع من التوازن. نعم. إحنا نعم. نشكر كثير أستاذ رحاب، وبنتمنى أن إحنا يعني نتواصل لمزيد من إلقاء الضوء على حالة مرضى شلل الدماغ الموجودين سواء في المستشفيات أو في البيوت، ونتمنى إنه الحراك يكون أكبر عشان نقدر على الأقل نقدم حاجة بسيطة. شكرا لكم سودانية 24، وأنا سعيدة إنه دائما أنتوا يعني دائما بتمدوا لنا يد العون، وأتمنى من هنا أنا يعني إنه أنا حلمي إنه يكون أطفال شلل الدماغ عندهم مستشفى خاص بهم، فيه عناية، فيه تأهيل، فيه علاج طبيعي، كل الحاجات دي تكون متوفرة في 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 في, في مبنى واحد ومجاني أو حتى بالتأمين. نعم. يعني بيكون إحنا زي ما بقولوا نقدر نختبئ أطفالنا دي اللي برا الأمان. نعم. شكرا جزيلا أستاذة رحاب الجيلي شيخ محمد.